بالنسبة لبعض الشباب اللي بيعانوا من التهابات في بويصلة الشعر، وخصوصا منطقة الدقن أو أسفل الشعر ناحية الرقبة، ديت بيبقى التهاب بكتيري. بنصحهم دايما ان هم يستخدموا الموس او مكنة الحلاقة في اتجاه واحد، ويستحسن انه يبقى في البيت بقدر الامكان. بناخد مضادات حيوية في بعض الحالات اللي بتبقى شوية مقاومة للعلاج، ممكن ان احنا نحقن حقن موضعية وبإذن الله بانها بتخف على طول.